السلام عليكم، كيفكم؟ طمنا عنكم ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وباجمل لعبه باصات لحد سنه 2022 2023، وطبعا واللي هي الباص سيميليتر 2023. طبعا يا جماعه الخير، هي اللعبه بتنزل على الايفون والاندرويد، ورابط تحميلها بتلاقوا بصندوق الوصف. ادخلوا حملوا اللعبه وجربوها. طبعا فيها اوف لاين وفيها اون لاين، تقدر تدخل انت واصحابك وبتتجول وبتوصل رحلات. طبعا شرحت لكم هذا الشيء كله في مقاطع سابقه، راح احط لكم اياها في الاشعارات او في نهايه هذا المقطع. طبعا يا جماعه اليوم مقطعنا راح يكون عن شراء باص جديد ونعدل عليه، وبنفس الوقت يا جماعه ناخذ رحله سريعه فيه اذا كان ما طولنا المقطع. طبعا يا جماعه الخير، بالنسبه للناس يلي عم يسالوني انه كيف رح نقدر نجمع كوينز مثلا، يعني مثل ما بتعرفوا وقت بتوصل رحله فبيقول لك انه اذا بتشوف الاعلان بنعطيك ضرب اثنين، المصاري بنعطيك اياهم ضرب اثنين، فهي فقط موجوده ل الكريدت اللي هي المصاري الموجوده في اللعبه. بالنسبه للكوينز لحد الان ما في طريقه تجمعوا فيها غير انكم تشحنوا في اللعبه عن طريق المتجر الموجود في الاعلى، بتروح تشحن على هالمبدا هذا. بالنسبه للكريدت كمان نفس الشيء. بالنسبه للجيفتس واللي هي الهدايا حاليا ما موجوده، فقط يعني بجوز بالايام يضيفوا مثلا طريقه او تشاهد اعلان او يعني في شيء انه تقدر تعمله لحتى تقدر تجيب كوينز وبنفس الوقت الكريدت. واهم شيء لا تنسونا من الصلاه على النبي واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع مشاهده ممتعه. ومثل ما شايفين قدامكم يا جماعه، جينا على الجراج رح نروح مباشره نشوف لنا شيء باص. مثل ما شايفين قدامكم في عنا الباص هذا الباص ما عجبني للحقيقه. في هذا من موديل سكانيا يمكن، ولا شو هو ما بعرف بالضبط، يمكن اشتري حقه 50,000. شوفي عنا غيره، عنا هذا فول اوبشن مثل اللي عنا بس فول اوبشن يمكن. هذا في هذا يا جماعة الخير كمان نفس الموديل اللي عنا بس صديق البيئة، يعني هايبرد يمكن كهربائي او شو بيسموه هذا بالضبط. في هذا الباص حلو، يمكن هذا سكانيا يا جماعة حقه 99,000. هذا موديل المان على ما اظن، باص مان يمكن هذا اشتري. هاد لا 120,000. هاد لا. طيب كهربائي معلم، ما بدنا كهربائي اني غاليات. طيب خلونا نرجع على الهايبرد ناخذ المان، شو رايكم؟ هاد المان شايفينه حقه 110,000، رح نضغط هيك. طبعا هون بيقول لك انه في وقت لحتى يجيبوا لك اياه على الجراج تبعك، فبامكانك تدفع لهم كوينز بيجيبوا لك اياه فورا، بامكانك تشاهد اعلان وبيعطوك اياه فورا، فرح نضغط هيك نشوف اعلان. طيب يا شباب شفنا اعلان، ومثل ما شايفين قدامكم صار عندنا الباص بالجراج. رح نعمل له هيك مثل ما شايفين اشتريناه، نعمل له سيلكت يا معلم، رح نشوف شو في تعديلات عليه. رح نضغط هيك مباشره، نحط هي اول شيء استيكرات، اشتري يا معلم. شوفي كمان قدام يا جماعة، بالنسبة للنمرة نقدر نختار نمرة حسب ما بدك. طبعا في عنا نمرة دبي، رح نحط دبي يا جماعة. حلو والله نمرة دبي، تقدر تعدل عليها. تعالوا نعدل عليها نشوف شو نقدر نكتب. حلو حلو معلم، دبي ASGM حلو كتير. طيب هاي 1000، روح يا معلم عم نصرف يمين شمال. طيب بالنسبة لهون تقدر كمان تضيف اسم إذا كان بدك، ما في داعي. هون في عنا العلم، تقدر تضيف علم يمكن. شو الترتيب؟ ها علم، ما في داعي للعلم معلم. شو في عنا هون؟ عنا هدول الإضاءة، نقدر نضيف إضاءة، نحط إضاءة يا حبيب مثل ما شايفين على كل الجهات. في عنا هدول الطراشات شو بتسمون، بدهم كوينز مع الأسف. في عنا هون من فوق شوفي كمان هدول الإضاءة، تقدر تحط إضاءة من فوق، بدهم كلهم بدهم كوينز هدول مثل ما شايفين كلهم بدهم كوينز. طيب بالنسبة للطراشات حط ما حطينا الجنط يا شباب، نحط جنط. شو رأيكم نحط جنط مثلا هاد، هذا حلو. لا بس شو رأيكم بدنا جنط، شو رايكم بهاد 4000 حبيب الجنط يا شباب. طبعا الاطار عدلناه، بقي الجنط، شفنا شي جنط يكون حلو مناسب. طيب شو رايكم بهاد يا جماعة، اشتري يا حبيب. طيب شو ضل عنا الدوليب الخلفية كمان بتقدر تضبطهم، والله الخلفيات نعيفهم مثل ما هن، شو رايكم؟ الخلفيات هيك بحبهم بهالشكل انا. شوفي عنا صدام امامي
حط صدام امامي. والله هذا ما اشبه شيء، بنحطه. هي صدام امامي، هي من الخلف كمان ما في داعي من الخلف. عنا هذول الاضاءة حطيناهن. مكيف، في داعي المكيف كتير غالي. بالنسبة للأعلام حاليا ما في عنا غير علم أبيض. طيب مبدئيا الباقي الأشياء كلهم بدهم كوينز. رح نروح للشكل الداخلي يا جماعة. شوف الشكل الداخلي. طيب الدركسيون، في عنا أكثر من دركسيون مثل ما شايفين. الله هذا حلو، شو رأيكم فيه؟ هذا حلو، تعال نشتري هذا. في عنا برادي، حط برادي. كلهم بدهم كوينز معلم، كوينز كتير بدهم كوينز يا جماعة. هاي ما في داعي، حط هاي بس كوينز كمان. أغلب الأشياء الموجودة في الداخل بدها كوينز يا جماعة، فمع الأسف ما رح نقدر نظبطه من الشكل الداخل. يعني حاليا ما عندي. طيب بالنسبة للون يا شباب، أفكر أحطه لون أسود. طيب مبدئيا هي خلصنا التعديل من الشكل الخارجي. نعمل جولة في دبي، تعالوا نشوف. ما في مبروك يا شباب على الباص الجديد، حلو لا بأس فيه، أسود وأصفر. بس مع الأسف الشكل الداخلي كان لازم نضيف له أشياء، بس ما في مع الأسف. خلونا نشوف الشكل الداخلي. هاي الشكل الداخلي، لو نضيف له هيك مثل لابتوب مع لابتوب طلع بطلع حلو. عنا هون الجي بي اس كتير كبير، ليش هيك؟ طيب خلونا نمشي. طيب طريقنا من على اليسار. تفضل اركب يا الحبيب، اركب. Hello. يا هلا. Next stop. Motor City Dubai. Mall City Dubai. نعين عليك. Turn left. والله سريع هاي يا شباب، حلو انصحكم تجربوه. طبعا بالنسبة للناس اللي بدهم يجمعوا فلوس عن طريق الطريقة اللي قلت لكم اياها، اللي هي بتروح مباشرة بتوصل حمولة او توصل رحلة. بعد ما توصل رحلة بتشوف اعلان، وبتضل بتشوف اعلان لبين ما بتمل. فهي الشغلة مع الاسف التغت، حسوا عليها المطورين. فاذا كان بدكم ترجعوا تشغلوا هي الميزة مباشرة، بتروحوا بتنزلوا تطبيق اسمه ابي كيبورا. اهم شيء يا جماعه الخير انكم تعملوا نسخ احتياطي للعبه من داخل اللعبه عن طريق زر السحابه. بعد ما تعملوا هذا الشيء مباشره بتروحوا بترجعوا النسخه او الاصدار القديم للعبه، وبتعملوا نفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، وبعدين تعملوا نسخ احتياطي بتنزلوا الاصدار الجديد للعبه، وهيك بيكون معكم فلوس. طبعا هي الطريقه يمكن فيها شويه مخاطره. اذا كان بتحبوا نعمل هيك شيء اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله بعملكم مقطع عليها وبورجيكم كيف الطريقة. طبعا يا جماعة الخير هلا هيك وصلنا معكم لنهاية المقطع. بتمنى منكم لا تقصروا معنا، وصلى على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم جديد. طبعا يا جماعة اهم شيء تابعوني على الحسابات الموجودة بصندوق الوصف، التيك توك، الديسكورد، الفيسبوك، الانستغرام، كلهم موجودين بصندوق الوصف. تدخلوا تابعوني عليهم لحتى نوصل لاكبر عدد ممكن. وطبعا يا جماعة بقي لنا شوي بنصير ندخل على البواب ال 100,000. طبعا لا تقصروا معي، تحياتي للجميع. وهلا يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.